صباح الخير عليكم البنات، كي راكم؟ لاباس لاباس عليكم الوليدات؟ صباح الحمد لله. البنات راه 8 تاع الصباح، راني خرجت، راني غاديه واحد المارشي تاع العرب شويه بعيد، وقعدوا معايا البنات وتشوفوا هذا المرشي كي داير. انا نستنى في الترام، راني كنت تاع الترام، راني نتهاوى الترام جا لوتر كوتي، دوك يجي هذا اللي منا وان شاء الله سهل الله. راني غادي لكار دي نور ابخي نكشل غوا خار هاد الدار تاعي في الكوا. البنات كما قلت لكم راه الصباح راه 8 اليوم ديمونش، هو الناس مكاش بزاف، الناس اليوم الصباح ناعسة، وانا راني غادي لا كار دي نو كبت الترام ستاسيون، كشيت البيس 38 دوك نمشي ل لا كار دي نو، ومن تما كش الترام. قعدوا معايا البنات شوفوا شوارع باريس الصباح بكري. صافي اليوم ديمونش كما قلت لكم راه 8 تاع الصباح. هما كوشا هذي المكازان كاع راهم مغلوقين. البنات انا كنت نسكن في هاد لا سيتي هنايا، ابخي رحلت نسكن في ديك لا سيتي بصح من هادشي لها سمير سمير بزاف. انا كنت نسكن هنا ماكزوما. البنات هاني وصلت لاكار دي نو، انا باغي نكش لاوير بي البنات. انا باغي نقول لكم كلمة، اسفت على واحد الوليدات بزاف راهم منهم شي غير وليدات صحاب هادو لادرو، نتمنى ان شاء الله تكون شخصيتهم قوية وان شاء الله هاد المشاكل نقدرو فيها راهم بزاف. هادي اللي الجهة اللي راني ننهج، خفت ولا غير خفت برا. كاين واحد الفئه كبيره تاع اصحاب لا دروب، فئه كبيره فيها اصحاب لافريك، فيها لي فرونسي، فيها العرب، فيها فئه كبيره. انا نتمنى من هاد الوليدات ومن هاد الوالدين يراقبوا وليداتهم، ونتمنى من الوليدات تكون عندهم شخصيه شويه، باسكو اللي تكون عندها شخصيه كبيره قوية ما يوليش لهاد الشي تاع لا دروب. والله ما قدرش باش نوريكم وما قدرش باش نشوف فيه. الله يستر وليداتنا ونقولو خير بلاص، صحاب فيرتو، صحاب تيزويتو، صحاب كبار، الدنيا تدور في اللبرة في الطريق. وهادشي ها اللي سكنت فيها شوية في الشارع، فيها بزاف هادو الأزياف، الله يجيب الخير وخلاص. هذا مكان يجيب الخير لوليداتنا. وقعدوا معايا البنات راني نطلع في لاغوار ونزيد نحكي معاهم. البنات راني نستنى في الطرام، باقي لها واحد 5 دقائق ويجي. كيما قلت لكم البنات باغي على تجربتي، وعندي 6 وليدات والحمد لله وليداتي ماشي كاع كاملين، كامل هو الله، مي عندي مراقبة من جهتهم. البنات انا وليداتي عندي 3 ولاد ما شاء الله عليهم، ما يسكنوش معايا مي بصح توليتو معاهم في التليفون، شكرا نعطيهم دي كونسي في التليفون، ها ولدي ها دراهم للسرعة ما يخرجوش، ها دراهم للحرام ما يخرجوش، ها هذاك الصح ما راش عاجبني، ولدي انت هو الصح وانت اللي راني
مادة بك الماتنها ودي ليش أشتغل بني باش نكون مريضاها بلات لازم تكونوا واقفين مع وليداتكم. هذا راه غادي لشغ ديكور هذا التخان دوك يجي واحد اخر موراه البنات الامهات راني على الوالدين لازم تلاقوا وليداتهم باسكو كاين ديك الامهات ما على بالهمش بولادهم لا ببناتهم. انا بالنسبه ليا والنصيحه تاعي شوفوا تمدوا الكلام المعقول لوليداتكم كاع راه بعيد وكاع في الجامعه وكاع ما يسكنش معاكم تمدوا لهم نصائح لازم تمدوا لوليداتكم النصائح باش ما يوصلوش لهذا الموصل والخلطه فعلا في اتونسيون لوليدات لهم لازم كي تشوفوا وليداتكم يتمشوا مع وليدات اللي هم عندهم مشاكل كل واحد وحاله. انا نطلب الستر لوليداتنا بلوس باسكو البنات تمشي مليح ولا تضحك على اي انسان باسكو هاد الدنيا صعيبه وقادر اي انسان يدير فيها طلبيش لهاد الدنيا غير بصح ديك مراقبه ديك نصائح للوليدات مراقبه كبيره. انا شفت غير تليفون كما بغيت نقول لولادي نهضر معاهم باسكو مش بهذا باش يشري هذا السيرفر نصيحة الزوجة اللي نقولها ليكم البنات والوليدات والأمهات ما تخرجوش أسرار ديالكم للشارع باسكو هذاك الأسرار اللي راكم تخرجوهم للشارع هذه كل ولد ولا البنت راها تزيد في عماها. دوك أنا نجي نهضر في بنتي برا في اليوتيوب ولا في الشارع ولا قدام الفاميليا هذيك مانيش نعالج هذيك راني نزيد في بنتي لازم توقفي مع بنتك وتوقفي مع ولدك وتسمعي له ولا غلط فوتي له الانسان قاع يغلط بصح هذيك هذوك الفضائح اللي راهم في اليوتيوب لا هذوك اللي هم يوصلوا للدروب يوصلوا الانحراف يوصلوا المشاكل يوصلوا للشارع يوصلوا انا بالعكس البنات انا وليداتي هما الاصدقاء تاعي وبناتي هما خواتاتي هما راني في الغربه هما بنتي هي ما هي اختي هي صديقتي هي كلش. والله غير نتاسف على هاد الوليدات اللي راهم سامحين فيهم والديهم في الشوارع الله يجيب الخير والله يستر وليداتنا. ها هو الطخان جا الوليدات وانا طالعه وان شاء الله نوصل بخير سمحوا لي على هاد ديرونجمون ما كنتش باغي باش نهضر معاكم هكا مي بصح كي شفت هاد الشيء تعصبت. كيما قلت لكم البنات الانسان باش باش يصلح مشكله مش يزيد مشكله على روحه نو باش نعالج مشكلتي نعالجها بيني بين وليداتي ونستغفر والانسان قاع يغلط باسكو كي تشوفوا واحد الحوايج هنا في فرنسا دي فوا تقولي من مشاكل تاع الدار اي انسان يغلط اي بنت تغلط بصح نمشي نصحح لها الغلطه تاعها بالغلطه اللي دارتها نصحح لها بالصح صح لها بالكلام المعقول نعالج بنتي بالكلام الزين نعطيها دروس فوت البنتي ونفوت الولدي. نتأسف بزاف على الوالدين اللي مش عارفه كاهم يشوفوا هاد الدنيا وهاد الدنيا سيريان باش ولدك يجي يقول لك شي كلمه وانتي تعطيه 100 كلمه لازم الانسان يرفد موليداته. هذا الجيل راه شويه صعيب وراه شويه تقلش وراه شويه
علاش كي تاع الوليدات تاع زمان ما غاتش انا نرد عقليتي وعقليت بنتي كيف كيف لا عقليت بنتي راها في 2020 وعقليتي راها في الثمانينات وفي ماشي هكا البنات الله يجيب الخير والحاجه اللي نطلب منكم البنات لازم تسعفوا ولادكم لازم تكون مسافة بين في الدار لازم الإنسان يرفد هودك أنا عندي مشكلة نجي نحكيها للعالم كاع الناس عندها الفرحة كاع الناس عندها الحزن كاع الناس عندها المرض كاع الناس عندها ميزيرية كاع الناس عندها الفقر كاع الناس عندها ماشي هو جاني مشكلة نقدر نحكيها للناس لا كي عندك مشكلة حليها في دارك سعفي وليداتك ماشي لهذه الدرجة شوفوا انا ها في واحد تخواجو كانت عندي مشكلة صغيرة ماشي مشكلة ما تباليش انا بلي مشكلة واحد عند ولدي ومين جا خارج ما قاليش بسلامة خرج هو مقلق منش عفاماش كي شغل انا تقلقت في نفسي كمل درت لها الحشا حطيت وشورت ابخي دو جوغ جا عندي للدار كي جا عندي سلم عليا وعافر فيا وها منيناها منيناها انتي مويمتي قالي تقلقتي وطلعنا قالي سير مو تقلقتي عليا قالي باسكو شفت منام قلت لها واش منام شفته قالي شفت روحي في جهنم قلت لها انا عمري ولا دعيت على ولدي وعمري ولا غادي ندعي على وليداتي الله يديكم الستر والخير قلت لها طاشي هذيك جهنم شوفي راك ماشي معكاش واحد باسكو ولدي يسافر بزاف قلت له شوفي راك ماشي وباغي تلقى حاجه مشي مليحه شوفو كي قلبت له جاي رانجي انا قلبت له الشيء اللي كان في راسها قلت له بالك شوفي راك غادي ولدي باغي تلقى حاجه مشي مليحه ما تروحش لهاد البلاصه وراك غادي وما تلاقاش مع هاد الصاحب وطيته فما طيته دروس كي قال لي هاد المنام ابخي عيطت له وسقسيته وراني واقفه مع وليداتي ها ولدي يقول لي كلمه نهضر اليوتيوب ونقول لهم قال لي كلمه الله يجيب الخير ولا حول ولا قوه الا بالله البنات وقعدوا معايا البنات انا قريبه نوصل لهذا المرشي مع السلامه البنات.